أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية حسين علي أميري أن إقالة مساعد محافظ العاصمة طهران للشؤون الأمنية صفر علي باراتلو من منصبه جاءت على خلفية حرق السفارة السعودية في طهران. أولى التصريحات الإيرانية من إمام صلاة الجمعة في طهران الذي اتهم فيه متغلغلين بالهجوم على السفارة السعودية بمساعدة عناصر جاهلة هدفها إيجاد الأرضية المناسبة لقطع العلاقات مع الرياض. وأدان أميري مهاجمة السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، مشيرا إلى أن أوامر من رئيس الجمهورية حسن روحاني لمتابعة الحادث، وأضاف أن نحو 60 شخصا اعتقلوا في قضية مهاجمة السفارة السعودية في طهران ويجري الآن التحقيق معهم. من جانبه دان خطيب الجمعة في مدينة مشهد التي شهدت اعتداء على قنصلية المملكة، معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع مصالح النظام الإيراني وأن من يعتدي على المقار الدبلوماسية يعتبر محتديا على مسؤوليات النظام في إيران على حد وصفه.